أنا اختصرت الفيديو على قد ما أقدر، خليته 3 دقائق عشان ما حد يقدم الفيديو والكل يستفيد. هان لكل كيلو لحم يكون دهون 25% الدهون. نوضع مرق الدجاج أو مكعبات مرق دجاج 30 جرام، وفلفل أسود 10 جرام، يعني معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقتين مرق الدجاج. وممكن نستبدل مرق الدجاج بالملح، ولكن هذه الطريقة الأصلية تبعت المطاعم. وهان اللحمة احنا ممكن نطحنها في الماكينة، زي غير موجود الماكينة احنا ممكن في المبشرة نجيب اللحمة مفرزة تكون، او بنفرزها اللحمة ونطلعها من الفريز من المجمد وبنتركها تقريبا 5 دقائق، وبعدين احنا بنبشرها في المبشرة مثل ما انتو شايفين، او بنجيبها اللحمة جاهزة مطحونة وجاهزة مفرومة مثل ما انتو شايفين مفرومة، نعملها على المبشرة بنعملها. وهان الدجاج اختياري نوضعه بالساندويش اختياري. كل الروابط اللي انتو محتاجينها حوضعها في صندوق الوصف. اذا انتو عاوزين تعملوا الصلصات بهار الدجاج اي شيء كله في صندوق الوصف. اذا انتو محتاجين تعرفوا اي معلومة بهار الدجاج، هذا موضوع كتير سهل، كل الروابط حوضعهم في صندوق الوصف. التومية وصلصة الهامبرجر، نوضع خبز على المقلة ونوضع على نوضع عليه الصلصة، نوضع البرجر والزينة، كله اختياري. هذا احنا ممكن نعمل طبقة، ممكن نعمل طبقتين اختيار، ممكن نعمل طبق همبرجر وطبقة همبرجر وطبقة دجاج، او 2 طبقتين نعملهم همبرجر، او طبقة واحدة همبرجر. وكل الصلصات مثل ما حكينا، كل صلصات الروابط تبعها حيكون تحت في صندوق الوصف. نوضع طماطم، نوضع الخبز الاخيرة، نوضع عود منشان تتمسك، وهيك أصبحت جاهزة في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.